شباب، هذه الاسئله كلها اللي عندكم تقدرون تطرحوها على الـ على الـ على النافذه ونقدر نحكي بيها. اريد احكي بموضوع الاساينمنت. الاساينمنت بصراحه البارحه شفت داليا مقدمت لي اساينمنت. داليا موجوده؟ من بعد ما شرحنا الأستاذ موجودة. نعم داليا، من بعد ما شرحنا البارحه تفاصيل الحل، فالحل مالتك ما راح يكون مقبول. انا اسف يعني انه ابلغكم بهذا الشيء. الحل مالت السؤال هو راح يكون بطريقتين. يعني شفت بعض الطلاب اللي مقدمين 5 سلايسات، وشفت أستاذ طلاب بس يعني كل حلي ما مقبول؟ مقدمته انت اليوم الظهر. يعني انا البارحه شرحت الموضوع وشرحت بعض النقاط المهمه، راح اجي بس اسمحي لي. يعني انا انت مقدمه كلش متاخر، يعني هم متاخر عن الموعد أستاذ وهم مو أنا اللي أستاذ مو أنا اللي سمعته، يعني أنا كنت يعني أصلاً باديه بالحل، بس من عزيزتي. سمعتك إنه تقبل الحل لحد اليوم فيعني دزيته، قلت يعني إذا تقبل إنه دزيته، مع لأن هذا أنت مع قلت هذا مع هذا رجعت أنا قيمت الحل مالتك وحلتش هم غلط. شي بقى أستاذ وشات كان الحل مالتنا يعني قريب، لا لأن صدق كلش تعبت بيه بالحسابات. بس اسمعوني بالمحاضرة وشوفوا المحاضرة قدامكم اللي جاية، هاي اللي دا أشرحها هسه وراح تفتهموها. هذا هو الست. عندي حليت الحل بطريقتين، لأن شفت الطلاب حالي 5 سلايسات وشفت الطلاب حالي 6 سلايسات. فاللي حاله 5 سلايسات هو كالآتي: أنت عندك 5 سلايسات كل وحدة بيها بي و اتش. الجاما مالتها، أنتم مستخدمين الجاما يعني في بعض الطلاب مستخدمين الجاما كلها 18، وهذا خطأ. الفلتر، هذا الفلتر هنا قوس الفشل راح يمر بالفلتر. احنا اتفقنا انه هذا الجزء الصغير اللي يمر بالفاونديشن ما راح نحسبه، نحسب بس الفلتر. طيب، فلما تكون عندك السلايسات 5 سلايسات، قيمه السي للسلايسين الاخيرات هي بالفلتر فقط. فلما تحسب السلايسات بالفلتر الاخير راح يطلع الفاكتور اوف سيفتي 1.45. هذا لما تحسب 5 سلايسات. لما نجي نحسب 6 سلايسات راح نشوف انه الفلتر راح ياخذ جزء من السلايس الرابعه. فراح ياخذ جزء من السلايس الرابعه. هذا السلايس لما اخذ 6 سلايسات، كذلك شفت بعض الطلاب هنا أنا مخلي لي السلايسات 15. فلما تاخذ 6 سلايسات راح يكون الحل ادق ويطلع 1.568. اللي مطلع هاي القيم فقط ازهار ولمياء، لكن مع الاسف انهم مستخدمين قيمه السي هنا مستخدميها 15 ب 15، وهذا خطأ. هذا رقم واحد. أستاذ صحيح، نعم لأن إحنا بالشرح ما هالقدر التركز نعم بيه. صحيح هذا رقم أي، هذا رقم واحد. بس والله يعني أستاذ كلش تعبت بيه، لأنه بيدي رسمته وكلش، يعني المحاضرات عدتها أكثر من مرة. بالنسبة لبارق، بارق موجود؟ تمام. رجاء موجودة؟ أحمد نعم حسن؟ أستاذ وياك. رجاء، رجاء الفلتر الأفقي ما موجود عندش بالرسم. السلايس السادس لازم يكون بفشل في طبقة الفلتر، لكن أنت ما حاسبتها. بصراحة ما شفت أنه الترتيب أستاذ المطلوب معاني، ما شفت الترتيب أستاذ أنا المطلوب رسم إيد، بالورقة. يعني اسمح لي أستاذي، بس اسمح لي، بس إذا تسمح لي يعني أستاذ، إحنا رسم اليد مدى يجي مثل الأوتوكاد؟ يعني أنا هذا اللي قدرت أسويه، يعني أنا أكثر من مرة رسمت، أكثر من شنو يومين ثلاثة، أنا أكثر من هالأيام باقية بيه حسابات أستاذ، بس هو الموضوع ده ينشرح بالأوتوكاد، يعني بالأوتوكاد هو اللي حصر أضبط، ابدا يعني لا أما لا لا رسم اليد فأستاذ ما أعتقد يعني لا ده لا انا يجي. رسمت، انا قلت لك البارحه رسمته بالايد، وهوايه طلاب هم راسمي بالايد. بالمناسبه هوايه طلاب راح اجي عليهم واحد واحد، هوايه طلاب هم راسمي بالايد، لكن يعني هي هاي المشكله. انت مو هاي مشكلتك يا رجاء، مشكلتك انه انت لما حاسبه معادله الفاكتور اوف سيفتي مخليه طرح بالموضوع، مخليه ناقص، ونطلع الفاكتور اوف سيفتي يعني السي ال ماينس التان فاي سميشن كوساين ثيتا على تانجي يعني السميشن تي. فالنتيجة خطأ، لأن المعادلة هي جمع وليست طرح. أحمد حسن موجود؟ الفلتر الأفقي أحمد عندك؟ أستاذ مازن، أستاذ مازن بس إذا تسمح أحمد لي، مو ما عندي وقت، يعني أحمد كون ما على عندي وقت، الثقة. لأن لا بس مو على السريع، كون على الثقة. أنا دزيت الحل ورا يوم قريت إديت للمنشور مالتك إنه حاط السي مال اللي شو اسمه 15، وحتى بوعد قلت أنا لسه ما راح ألحق أرسمه. عموما يا أحمد، عموما يعني هو يعني الفلتر، أنا إذا تريد أرسم، يعني هذا أنا مغمض أرسمه والله. عموما يا احمد، هذا يعني اللي صار، هذا اللي صار. قيمه السي هي صفر للفلتر، ما عندي قيمه سي 18 للفلتر. احمد جبار موجود؟
نعم أستاذ موجود. احمد الفلتر الافقي كذلك ما عندك اياه. قيمه السي تساوي صفر للفلتر مو 18 والنتيجه خطا. صحيح أستاذ، بس ما المشكله أنا هم احمد، انتبهت نفسي. احمد الله يخليكم، والله ما عندي وقت لانست هدى، تمام ما تمام عندي تمام وقت أوكي لك. تمام تمام أستاذ. احمد جبار، شفت الاكسل مالتك؟ شفته على الطالب الثاني وهذا ما مقبول، واذا تريد اقول لك من هو الطالب الثاني. ازهار موجوده؟ الفلتر الافقي البارحه حكينا بيه. قيمه الال للسلايس رقم 6 شلون تساوي صفر؟ ما اعرف هذا منين طلع. قيمه السي تساوي صفر للفلتر. اسامه موجود؟ اسامه ما موجود. فراس موجود؟ لمياء؟ لمياء كذلك الفلتر الافقي ما عندش. السلايس الخامس والسادس لازم يحتوي على فشل بالفلتر وليس بجسم السد، انت ماخذه بس الفشل بجسم السد. قيمه السي لازم تساوي صفر للفلتر. منتصر موجود؟ الفلتر الافقي كذلك يا منتصر ما عندك بالرسم، قيمه السي المفروض تساوي لنا صفر. هدى استاذ موجوده؟ ما ادري بالفلتر نعم نعم استاذ موجود. نعم هدى عندك الفلتر الافقي ما موجود بالرسم، قيمه السي كلكم طبعا نفس الموضوع، قيمه السي نفس الخطأ نفس الخطا. استاذ، لان هو بالشرح احنا ما ركزنا عليه ترى بالشرح. سلايسات نعم استاذ انا شرح يعني اكو سي يعني بالاوتوكاد. ايش بيه بالشرح؟ احنا استاذ ركزنا انه قوس الفشل اذا نزل تحت يعني تحت الفونديشن، قلت لكم خلينا الغول، نقول اساس السيل. قلت لكم اي 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 هو هذا، فما بقى تبان هذا. اي ما بقى تبان صحيح، لان هسه الظاهر انه الكل نعم نفس الخطا. نعم انه الكل هذا نفس المشكله بس هاي بالنسبه ركزنا لهدى، فيها. اي بالنسبه لهدى لما اجاني الحل مالتش السلايسات انا ما افتهمتها، انه السلايسات ما مرقمه عندي، يعني اكو جزء من الصوره مستقطع مقطوع، فاني ما افتهمتها هل هي 5 سلايسات ام 6 سلايسات. لكن سكرين مع استاذ ما هذا، اخذت له 6 هي فعلا. لكن مع هذا انه انا اعتمدت على انه 6 سلايسات، يعني ورا ما رجعت حللت الحل مالتش وطلع هو 6 سلايسات وبهذا النتيجه غير مقبوله. داليا يعني اليوم انت مقدمت لي وانا البارحه ناقشت هوايه امور وانت كنتي موجوده بالمناقشه. مع هذا داليا سؤال، انا لما اقول الفاكتور اوف سيفتي هو المينيمم 1 وانت يطلع عندك ناقص 1.6، هذا ما يعني ما ولد بخيالك اكو فد شيء خطا؟ يعني اكو فاكتور اوف سيفتي بالناقص؟ هذه الارقام يا شباب، لما من حسبتها يعني هو طلع بالسالب. هذا يا عزيزتي غلط، يعني انا اليوم لما احسب رقم ويطلع بالسالب، يعني اقول حلي غلط، يعني ما معقوله. فيا شباب لما رجعت انا حليت السؤال يدوي، حليته وطلع عندي هاي النتيجه اللي تشوفوها قدامكم اللي هي ال 1.568. لما اجيت حليته بالموديل طلع عندي الحل الاساسي، او طلعت عندي الفاكتور اوف سيفتي هو 1.55. فهذه النتيجه هي نتيجه مضبوطه، مثل ما تشوفون اني لغيت الجزء اللي تحت الفاونديشن، ما خليت جزء تحت الفاونديشن، اخذت فقط الجزء اللي هو تراب واخذت لحد نص الكريست وطلعت، فيطلع عندي الفاكتور اوف سيفتي هو 1.55 وهاي هي النتيجه الصحيحه. اتمنى لكم انا طلع لي واحد استاذ يمكن 0.57 انت ما ادري 1.47 شو. 1.47 اي وازهار استاذ مازن، 1. بس استاذ مازن بس مو انت قلت لي ما عندي وقت، فلذلك انا ما عقبت. يعني انت قلت لي انه الاكسل عند يعني طالب او فد شيء نفسه. احمد اي موجود نعم، الاكسل شفته عند غير طالب وبالارقام، ما عدا كم رقم متغيرين بالنهايه. وانت لا استاذ الاكسل اللي مش مقدمه احمد، انت تمام. الاكسل اللي مقدمه اكسل شيت، الطالب الثاني اللي مقدمه صوره. لما اقارن الصوره ويا الاكسل شيت هي نفسها، مجرد تغيير بسيط بالارقام، وهي مو تغيير ضرب، يعني تغيير بسيط لا بالارقام وتنزيل الصوره نفسها. احمد خلينا، اسمع لي ها، احمد مو لا خلينا، مو استاذ مو انت مو ما تمام اريد اوكي بس احرجك. انا قهوه احمد، ما اريد احرجك واحرج الطالب الثاني، خلي هذا تمام الموضوع. تمام لا لا استاذي، بس انا مو انت ما يعني ما وصلتك الصوره مثل ما انت سجلت نعم تطرحها، لذلك انا ما دا اعقب لا اكثر لا اقل. مو موضوع احراجه وهذا، بس نعم انت الصوره استاذ ما فاهم مثل ما انا اقول لك اياها. نعم اي لان انا اقول هذا، بس اكو مثلا تقول لي اي اكو فتعاون بموضوع معين، لان انا اقول لك الموضوع الزاويه والريديان والتحويل، انا هذا وانا الطالب اللي انت ما تريد تحرجني عليه، انا قايل له انه هذا هيك وهيك. أني لا أحمد، أني تريد دا أحكي لك، أني دا أحكي لك صح اللي دا أشوفه صح قدامي.
أنا دا هي أحكي صحيح بستخدم وانت تستخدم، وهي بها يعني جانب، يعني تنشاف من زاويتين، انت تستخدم من زاوية مو من انا دا اوصل لك اياها الصراحة. احمد، انا دا اشوف الحاله قدامي ودا تمام اشوف الحاله اللي قدامي، انا ما دا اقول تمام لك انه انا انت تعاونت ولا ما تعاونت، هذا شيء من الزينات انه انت تتعاون ويا طالب، لكن تجيني صوره من واجبك انت، انا هذا الشيء وهم يا ريت، يعني يا ريت لو صحيحه ما يخالف، بس تجيني صوره من واجبك انت تعرفوها من العام، انا هذا عندي غير مقبول، هذا ما ماشي عندي انا، لا لا مستوى مو من بعدين واجبي، لا لا نناقش. مو ما اكو ادخل تعاون تفاصيله والله، بس يا تمام عزيزي، اكو تعاون، اكو تعاون، واكو لا، انا راح انطيك اياها للصوره وانت دزها للاستاذ. فيا شباب، تمام الاساينمنت الثاني، الاساينمنت الثاني تاخير ما بي، واعتقد باقي لكم كم يوم عليه، حاولوا تقدمون الاساينمنت الثاني حتى نمشي بهذه المواضيع بسلاسه ان شاء الله. طولت اليوم عليكم بالمحاضره هوايه، اتمنى تتعذروا لي من 6 هدف.